من جد تحيتنا لكم أصدقائنا المشاهدين بهالسبت، إن شاء الله يا رب يا رب هيك نكون قادرين من خلال فقراتنا ومن خلال برنامجنا نخفف عنكم شوي. محطتنا هلأ رح تكون مع كريستينا حموش، اختصاصية في علم النفس. رح نطير إلى كريستينا عبر تطبيق زوم لنحكي نحن وياها عن المشاكل السلوكية عند الأطفال وما أكثرها. كريستينا صباح الخير. صباح الخير سحر، صباح الخير لكل الأشخاص اللي عم يحضرون. أهلا وسهلا فيك كريستينا. اليوم بدنا نحكي عن المشاكل السلوكية عند الأطفال. بداية قبل ما نحكي عن أسبابها وطرق علاجها، خلينا بالبداية نعرف شو يعني هذا الطفل يعاني من مشاكل سلوكية، لأن نحن نحكيها بيننا وبين بعضنا أنه عنده مشاكل سلوكية، ولكن تعريف هول الكلمتين شو بيعني كريستينا؟ نعم، المشاكل السلوكية هي اضطرابات سلوكية، ما انه نحن اوقات عاده بنقول انه الولد عنده مشكله سلوكيه بفكروها انه بيستشعروا فيها، كان اهل كان اساتذه، حتى كتار من الاطفال بتحس بيتعاقبوا على شيء عن جد هيدا اضطراب يعتبر، بتحس انه الطفل بيتصرف بشكل مش مثل المعايير التصرف السليمه لازم كل الاطفال يتصرفوا فيه، فهو بيتصرف بشكل يعتبر مثل سلوك انحرافي احيانا، بيتعاقب عليه وبينظلم عليه احيانا، بيكون له عده اسباب مرتبطه ب اكيد هلا حنحكي عنهم، اسباب بيئيه، اسباب وراثيه، وممكن هذا الاضطراب اذا ما تعالج بعدين نوصل على كبر لاضطراب ثنائي القطب او اضطراب الشخصيه. وعاده المشاكل السلوكيه بتبدا لتظهر باخر مراحل الطفوله ومع بدايه مراحل المراهقه. نعم، يعني احنا اوقات بنلاقي سلوك عدواني عند الطفل ما بنفهمه، بنقول نحن عم نتعامل معه بطريقه كريستينا كثير سلسله، هو هيك عم بيتعامل بطريقه عدوانيه ما بنفهمه، ففعلا بنفوت نحن وياه بالحيط لا بنقعد نعرف كيف بدنا نتعامل معه. نعم. ولا شو لازم نقول له. حضرتك انت وعم تحكي قلتي في اسباب عديده، خلينا نبلش بالاسباب كريستينا. نعم. بنرجع بنحكي شو طرق العلاج، شو هي الاسباب يلي بتجعل هالطفل عدواني وعنده مشكله سلوكيه لازم نحلها؟ أول شيء بس سحر بدي أوضح شغلة، إنه بدي نتفاجئوا حتى في مشاكل سلوكية ما لها بس ارتباط بالعدوانية، أوقات المشاكل السلوكية كمان لها ارتباط بالخجل، لها ارتباط بالانطواء، هول كلهم نحن بنفسرهم كمشاكل سلوكية. وبدي أزيد بعد شغلة كمان ضيف على الديفينيسيون، إنه الأطفال بيتصرفوا بطريقة بالمشاكل السلوكية، يعني بيخلقوا القوانين، عنا بيتصرفوا بأنانية وما بيكون في عندهم الإدراك الكافي أو الوعي الكافي إنه هن عم يتصرفوا تصرف قاطئ، أحياناً يعني بيتجهوا لمشاكل سلوكية بيعتبروا إنه هيدا تصرف عادي ناتج عن الأسباب اللي بدي أحكي عنهم. أول شيء الأسباب الوراثية، بيكون عنا إيماج جبار أو إيماج ماترنال مشوهة بحياة الطفل، يعني يا البي غايب على صعيد التربية، يا الأم بتتصرف بطريقة كمان عدوانية مع الأطفال، يعني هلأ مثل ما عم نشوف كمان بظل الأوضاع اللي عم نقطع فيها رح تتكاثر هلأ المشاكل السلوكية، مشان هيك أنا حبيت أحكي عن هذا الموضوع، لأنه هلأ مع بداية دخول الطلاب على المدارس حيتفاجئوا كتار من الأهل وكتار من الأساتذة لتصرف الجديد اللي حيكون ظاهر عند أبنائهم. بنحس إنه لأنه أوقات الأهل هلا نتيجة الظروف اللي عم نقع فيها ما بعندهم سيطرة لعواطفهم أو سيطرة لمشاعرهم وبينقلوها أنديريكتومون لأبنائهم، بفكروا انه هذا الشيء نورمال اللي عم يتصرف، وايه ما قعد فتره كبيره بالبيت هلا عم يسمع اصوات، بصيروا حتى كمان النظام التربوي المتساهل والمتهاون مع الابناء كمان بيولد هذا السلوك العدواني. كمان اذا بننتقل ايضا لاسباب البيئيه، كمان مثل ما ذكرت الوضع، كمان لما الولد ينقل من بيئه لبيئه، كتار من الاهالي نقلوا محل سكنهم لينقلوا بمحل ثاني، كمان عم بيصير في تغير جديد على الطفل،
فأوقات لما يكون الطفل ما اكتسب المفهوم اللغوي ليقدر يعبر بشكل سليم لأهله، هذا الشيء كمان بيفسر بطريقة الحركة عنده، بصير في عنده حركة زايدة، بصير في عنده عدم سيطرة حتى لمشاعره التعبيرية. بتلاحظ أطفال يمكن بيعبروا مثلا بصوت عالي بصريح عشان يعبروا عن شيء عم بيعيشوه. كمان كريستينا، عندنا نحن سحر. نعم اكيد قبل ما تتابع، عفوا على المقاطعه، نحن من زمان يعني المربى القديم مثل ما بنسميه كانوا يضربوا، يعني بس يعمل الطفل تصرفات عدوانيه يضربوه، ما بيعرفوا قد ايه هيدا الشيء غلط وقد ايه بيحمل هالموضوع على كبر، بصير هو يضرب اولاده واصلا ما بيتقدم، بصير عنده عدوانيه تجاه اهله. مظبوط. سحر، انا بدي اقول شغله. هلا كتار من الاهل لانه بتبعوا التربيه الحديثه، بتحس صاروا كانه هن اطفال لاولادهم. يعني كمان التربيه الحديثه، انا اكيد ما بشجع التربيه التقليديه والضرب، بس انا بشجع انه يكون في قصاص ايجابي، سانكسيون بوزيتيف للطفل. شو يعني؟ يعني بعد كل تصرف سيء عمله مش نضربه، لانه اذا اول شيء بدنا نضربه للطفل نحن عم نعوده انه هو كمان اذا عصغر يرد لنا الضربه، يعني يتمثل بسلوكنا، واذا ما ضرب اهله بصير يضرب اقرانه بالمدرسه، بيعتبر انه هذا الشيء هيدي الطريقه التواصليه ليحصل على اللي بده اياه او لينفذ رغباته. نحن صح، لازم مع كل تصرف سيء نتبع سانكسيون بوزيتيف، بس مش تكون سانكسيون قاسية، يعني مثلا ما نحرمه من اكتيفيتي هو بحبها، او ما نحرمه من شيء هو بحبه، نحرمه من شيء انه ممكن ما يكون هالقد يشكل له هالشوك ايموشنال لإله اذا قلنا له لا على شيء. نعم تابعي، عم نسمعك لناخذ نعم منك المعلومات، بس وقفت عند هيدي الفكره لانه للاسف كريستينا، بعد لحديت هلا في ناس بيقولوا لك ايه ما بيتربى الا بالضرب، ونحن اهلنا ربونا هيك ولا كيف طلعنا، مشان هيك وقفتك للأسف. لنوصل هيدا المساج انه لا، الضرب ما بيعمل شيء، بالعكس بيزيد الطين بله مثل ما بيقولوا. مظبوط مظبوط صح، بالعكس وقفتينا على هالنقطة لأنه عن جد كثير أساسية، وعم نشوف كثير من الأهل يعني هلا مثل ما ذكرنا إنه عن جد عندهم أعصابهم ما بقى عم تحملهم ايه للأهالي، صاروا دغري عم يضربوا، صاروا صح، دغري عم بعيطوا، عم بيصرخوا. وبدي أقول بعد شغلة كمان، مع الضرب في كمان الأسلوب استراق، مش غلط انه حدا يعيط، بس انتبهوا بليز لفوليوم صوتكم كأهل، لانه يعني كل ما نحن علينا الفوليوم اول شيء بنأذيله السمع، حاسة السمع عند الطفل، ثانيا بنعمله بلوكاج ببطل بقى ياخذ ويعطي بالمستقبل معنا. 100%. اوكي منتابع حكينا بالنقاط. عنه. ايه نعم كمان عندنا من ضمنهم ايضا اسباب خاصه اسريه، يعني اذا كان في ولاده طفل جديد بالعائله بنلاحظ الاطفال بصيروا يعملوا اكثر ريجريسيون، يعني يرجعوا لورا ويتصرفوا كانهم هن اطفال، وبصير بيزيد العناد عندهم وبيزيد السلوك العدواني. ليه؟ لانه بفكروا انه اهلهم ما بقى بحبوهم. فهون نحن كمان ننتبه للنقطة لهيدي النقطة. كمان عنا أساليب سوري أسباب على صعيد مدرسية. هون أكيد عنا عم نشوف هون أسباب، نعم الأسباب المدرسية، إنه بصير في إيميتاسيون للأطفال بالمدرسة. تنقول إذا طفل عنده سلوك عدواني بصير أكثر هو بيتمثل فيه، إذا كان الولد عنده ضعف شخصية ليه؟ لانه بدي اقول لك شغله سحر، اوقات يعتبر السلوك العدواني عند الطفل انه انا شخصيتي قويه، مش هيك انا بدي ضل اعزز هذا السلوك. فهون نحن لازم كاهل ننمي دائما على صغر المواهب عند اطفالنا، ليصير يعرف انه هو كمان في يثبت حاله ويثبت حاله ويثبت شخصيته على غير اصعده. كمان عندنا اسباب مدرسيه، اوقات في عن جد فعلا في مربين بيعملوا فوكس على هذا الطفل، يعني مثل ما انا ذكرت بالمقدمه، ما في انا اعتبر انه هذا الولد عنده هالسلوك العدواني، او هذا الولد عنده سلوك معين غير سلوك مثلا التنمر. اذا انا حطيت عليه مثل اتيكات، يعني دائما مثلا انت دائما سلوكك هيك عدواني، بضل ذكره للطفل. الطفل انا ما بقدر ضل ذكره بسلوكه، لازم انا كمربي اجي اغير له المنطلي، طريقه تفكيره دائما بتشجيع له، شجعه بالسلوك الصحيح اللي عم يعمله، مش دائما ركز على السلوك الغلط، لانه اذا ولد عمل مره سلوك عدواني مش يعني طفل عدواني. فدغري اوقات نحن ياما اوقات سحر بينمى الولد بطريقه انه خلص عنده هيدا السلوك اللي عم يتبعه،
هون عم نشوف اكيد الخطط العلاجيه كاهل مش كمعالجين نفسيين، كاهل نجرب قد ما فينا نتجنب الممارسات والاتجاهات الخاطئه بتنشئ الاطفال، مثل ما حضرتك ذكرت الضرب، الصراخ، كمان التنمر. احيانا الطارم الاهل بيتنمر وانت على طفلهم. عندنا تاني نقطه، تنميه الشعور بالسعاده، مثل ما كمان ذكرنا مش غلط انه نعطي دائما بونبوان للاطفال ونشجعهم ودائما نعطيهم موتيفاسيون بوزيتيف. كمان في كمان عندنا ثالث نقطه، نعطيهم تمرينات يعني معينه، مثلا اذا الولد مثل هلا بهالمرحله طار من الاهل في كثير اكتيفيتي لغيوها عند ابنائهم، فينا نحن بالبيت كاهل البي مع البي مع طفله يعمل كمان اكتيفيتي سبورتيف بالبيت. ليه؟ لانه الطفل اللي عنده مشكله سلوكيه اللي هي حشدد عليها اللي هي اي دي اتش دي، يعني الفرط الحركه، يعني حركه زايده بيعملها، لازم كمان نحن كاهل نعمل معه رياضه بالبيت، خليه يفضي كل طاقته ويظهر كل غضبه وكل الشعور العدوانيه اللي عم يشعر فيها، يظهرها على صعيد ممارسه يوميه بدنيه، مع مفضل يكون مع الاهل. كريستينا، هيك بسياق حديثك بيدر إلى ذهني سؤالين عن الغيرة والخجل، لأن أوقات الغيرة بتفوته للولد بأمور كتير كتير كبيرة. في ولاد لا سمح الله وإن شاء الله بتنذكر وبتنعاد قتلوا خيهم أو أختهم قد ما كانوا يغاروا منه، لأنه بتعرفي بس يكون هو مدلل ويجي بيبي جديد بصير يحس إنه في حدا عم بينافسه كتير. وبدي أحكي عن شعور الخجل هيدا يلي نحن بننميه فيهم بدون معرفتنا، يعني بيخجل، منحمسه إنه يخجل، منحمسه إنه ما يقول لا، منحمسه إنه إيه أنت كل شيء بيصير ما تفتح تمك لان انت مهذب وعندك اخلاق. هول النقطتين لو سمحتي بدنا نفسرهم شوي، نعم. ونفسر مراميهم لبعيده قد ايه فيهم سلبيات لبعيد. السحر عن جد هيدا النقطة اللي ذكرتيها جدا جدا مهمة. لأقول شغلة، الغيرة والخجل، يعني هلا الكتار اللي عم يحضرونا حيتفاجئوا انه عن جد فعلا هول اضطرابات سلوكية ممكن تخلي الطفل قدام عجز، وممكن بعدين تشكل بعدين الممارسة، يعني دايما يطبق انه هو سلوك الخجل او يطبق سلوك الغيرة، بتوصل لمحل بتصير اشي مرضي. خصوصا الغيرة ممكن توصل لحد المرض وتخلي الطفل يرجع يتبع اساليب ممكن تحط له تقدمه اليومي، اساليب الاذيه للاخرين، حتى اساليب الاذيه الذاتيه لنفسه لتوصل لدرجه الانتحار. يعني قد ايه نحن كاهل بدنا ننتبه لهول الصراع الخفي، هول الصراع الخفي كان خجل كان غيره، كتار نحن اوقات سحر منقطع اموره منمرق امور، ايه ما بياثر هو خجول. مش غلط ابدا الاستشاره النفسيه، مش غلط انه نحن فينا نصلح هيدا الاضطراب السلوكي. اول شيء على صعيد خجل انه نحن نخلي الولد ونخليه نشارك انديريكتومون باساليب عديده، ان شاء الله بعدين بالحلقات اللاحقه تنوسع هول النقاط، كمان الخجل كيف نحن فينا كاهل نساعد الطفل انه يتخطى الخجل، كما ايضا الغيره مثل ما ذكرت اوقات لما يكون في مولود جديد كمان في بروسيجر معين الاهل لازم يتبعوه، انه بس يجي مولود جديد عاده دائما بحمله ابنهم او بنتهم الكبير المسؤوليه بالاهتمام بالطفل. كلا، بدهم يفهموا الاهل انه هن ما فيهم يقولوا دغري انت كبير صرت، الولد ما دغري حيكبر، الطفل هو حيضل صغير، بس نحن صح. فينا انديركتومون نوصل لهم المعلومه لابنائنا انه انتم كمان حتساعدونا فيه للطفل، لانه انتم كمان قطعتوا بهالمرحله. مش غلط انه يكون كمان مثل ما في تجهيز لشنطه البيبي، كمان بده يكون في تجهيز كمان لشنطه الطفل انه هو كمان يعتني بالبيبي معنا، يعني ما نعمل، انا دائما بقول ما نعمل مثلا اثنين حقيبتين، يعني حقيبه للمولود الجديد كما ايضا حقيبه للطفل لهو كمان يهتم بالمولود الجديد. ومش غلط انه كمان هو هيدا الطفل نعمل له مثل صنيف ديكوراسيون صغيره، هو كمان يهتم بالضيافه، لانه دائما الاشخاص الجايين اللي عم بيباركوا بحسهم كثير معجوقين بالبيبي الجديد وبالديكوراسيون، كانه ما بيعطوا دغري اهميه للطفل. او في منهم العكس، والولد جدا ذكي بيعملوا انه هن بيمثلوا على الولد، دي انت شو كبير صرت، بيمثلوا عليه والولد حيحس بهذا الشعور، ما نلفت له نظره بنقاط الضعف، وبذات الوقت كمان نخليه هو يلتهي بامور ثانيه.
كريستينا، كمان عندنا هون العلماء سحر بيوضحوا أسباب الغيرة. أول شيء نعم، الولد اللي بيشعر بالغيرة عنده شعور بالنقص. ثانيا كمان الغيرة مثل ما هلأ ذكرنا بتقوى وبتضعف حسب تربية الأهل وحسب سلوك وأداء الأهل مع الطفل. كمان هون نعم، عندنا إغداق بعض الأسر ميزات خاصة للأطفال، يعني للأطفال المريضين. يعني أوقات إذا كان طفل بالبيت بيعاني من مرض معين بيصير أكثر هيك الاهتمام عليه، فهذا الشيء كمان بيشعر الطفل الثاني بغيرة، وكمان بيصير هو كمان يتمارض. وكمان بدي أقول شيء، في نحن عوارض بعلم النفس بنسميها عوارض سيكوسوماتيك، يعني اوقات الولد بيصير في عنده فعلا عوارض مرضيه وبينفحص بفحص طبي بينكشف عليه على صعيد طبي ما ببين انه عنده اي شيء، بيكون هي مرتبطه بعوارض نفسيه كمان ايضا. نعم كريستينا، يعني أنا عن جد هيك مستمتعة بحديثك، لأنه في كم من المعلومات، ويا رب كل الأهالي يكونوا عم بيتابعونا بهيدي الفقرة ليعرفوا قد إيه لازم ياخذوا هول النقاط بعين الاعتبار. أنا بدي أشكرك كثير وبدي أعتذر منك لأن وقتنا خلص. كريستينا حاموش، اختصاصية في علم النفس. إلى المزيد من اللقاءات كريستينا، مرة شكرا، الجاية بدنا نشوفك هون باستوديو. إن شاء الله إن شاء الله يا رب. أهلا وسهلا فيكي، أهلا وسهلا كريستينا. أصدقائنا المشاهدين، نحن هلأ بنروح لبريك صغير وبنرجع بننضم لرفقتكم، خليكم معنا.